تبه الصحابة على جلالة قدرهم، نزل الرضا عنهم في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذول الصحابة رضوان الله عليهم هم نفسهم كانوا يبحثون عن الرجل الذي ينطلق حتى أحبه، القنطرة. خرجوا مرة إلى معركة، معركة نهاوند، يقاتلون الفرس، وإذا بالفرس أشداء أقوياء صناديد، قابلوهم بقوة ومتانة. فاستغرب الصحابة، إذا صار في فتور، صار في مشكلة. ما تعرف وين بحثوا عن الحل؟ على مجلس الأمن. ركضوا إلى مجلس الأمن، قالوا سوي لنا دورة طارئة واغفلنا أمريكا. لا، هيئة الأمم، عفوا، الصحابة لم يكن عندهم مجلس أمن ولا هيئة أمم، لم يكن عندهم مجلس عفن ولا هيئة لمم. تعرفون أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الدول الصديقة والحليفة، مشان بس تنصر قضيتنا، إلى فرنسا. لا، ما كان في فرنسا، عفوا. أين ذهب الصحابة؟ أين ذهب الصحابة؟ ما منكم يعرف في نهاوند؟ كل الصحابة التجأوا لمن وطلبوا؟ ذهبوا إلى شاب قصير، نحيف، ضعيف، متضعف، اسمه البراء بن مالك. ايش اسمه؟ ارفع صوتك اعتز به، ما اسمه؟ البراء، مو لاعب كرة هذا، احفظه، البراء بن مالك. مين هذا البراء بن مالك؟ من يعرف البراء؟ يجب ان نعرف هويتنا يا شباب. من هو البراء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين، ثياب موزقة مهلهلة، لا يؤبه له، يعني إذا حضر ما حد عرفه، وإذا غاب ما حد افتقده، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. هذا الضعيف النحيف، منهم البراء بن مالك. ركضوا الصحابة: يا براء يا براء. قال: نعم. البراء ما كان قاعد عم يسبح مثل اللي قاعدين الآن يسبحوا، بده يجيبوا النصر بالتسبيح، أبد، ولا كان قاعد يقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أوراد الآن صار موضة منتشرة الآن، عم بسمع عنها، لنهزمهم بألم ترى ونحن قاعدين، أبد. البراء ماذا كان يفعل؟ كان يبارز، قتل مبارزة 100 وحده، هذا الضعيف النحيف المتضاعف، بالمبارزة، انزلوا له تعقدم، قتل وحده 100 مبارزة. فلجأوا إليه: يا براء يا براء يا براء. قال: ماذا؟ قالوا: أقسم على ربك. وين أجى النصر؟ من هيئة الأمم؟ من مجلس الأمن؟ من الدول الصديقة؟ لا، من أين جاء؟ من شاب تمثل بوسام حتى أحبه، فكان سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لأعطينه لو أقسم على الله لأبره. قالوا: يا براء، الكفر شديد وهجمتهم شرسة وتبعضع الجيش المسلم، أقسم على ربك. فنظر إلى السماء ورفع أصبعه، قال: يا رب البراء، أقسمت عليك إلا ما منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة. تكبير الله، تكبير الله، تكبير الله. 10 دقائق يا سادة، انقلبت رياح المعركة، وتضعضع الكفر، وولوا هاربين، ويسقط البراء الشهيدا. تعرف ليش طلب البراء الشهادة؟ من يعلم؟ طيب، بس انا سؤالي، جزاك الله خير، لماذا طلب البراء الشهادة؟ نعم، احسنت، كمان في سبب ثاني، لماذا طلب البراء الشهادة؟ ابشري يا امتي، معناتها في كثير ناس يعرفوا البراء، انا كنت مخطئ، الحمد لله، الحمد لله اني كنت مخطئ، بس لماذا طلب البراء الشهادة؟ يا
نعم. جميل، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح، بس لماذا طلب البراء الشهادة؟ نعم، هي لحكمتين يا سادتي، أحسنتم، أسأل الله أن يحفظكم. الأمر الأول حتى لا تتعلق قلوب الصحابة به فيعتمدوا عليه دون الله. فمن البراء لولا رب البراء؟ هو علمهم، قال يا رب البراء السر هناك. وهذا هو السبب الذي دافع عمر رضي الله عنه أن يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش ويرجعه جندي عادي ويسلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح، لأن الناس تعلقوا بخالد، والنصر يأتي من رب خالد لا من خالد وإن كان سيف الله. والسبب الثاني طلب البراء الشهادة إخلاصا، مشان بكرة ما كل شوي يقولوا يا براء أنت دعيت ونصرتنا، يا براء ما شاء الله عليك، ويسوي له قبة ومزار. فطلب أن يرحق بربه إخلاصا حتى لا يذكر ولا يعرف. هؤلاء هم الرجال، مو اللي لسه يحكي له كلمتين يجي يقول شوفوني أنا حكيت، شفتوني أنا تكلمت أنا قلت، أو يفعل فعل بسيط يريد من كل الناس أن يعلموه. أين أمثال البراء فينا يا أحباب؟ أين أمثال البراء؟ إذن ذهب الصحابة إلى البراء،